وصل بن مبارك ولكن غزلان ووصلت شيهانه ومشعل بن ناصر بن حمد الفهدي المري واشتعلت المنافسه. اوه ثمينه ولا غزلان ولكن غزلان غيرت وذهبت مع المركز الاول. غزلان التي تنطلق وكأن في انطلاقتها تغازل الانتصار والانتصار يغازلها. نعم غزلان ذابت بهذا الأداء الجميل بهذا الأداء الرائع. سلامي عليك يا سعيد يا بن سالم يا الحريرية الفيدة يا المرية على هذا الانتصار الرقم واحد. ولا تعشق إلا المركز الأول، لا تعشق إلا القمة. سلامي عليك يا راعي غزلان. سلام سعيد بن سالم الفيدة المرية.